السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض إن شاء الله، والفصل الثالث من كتاب Step 7 in 7 Steps Working with Hardware Configuration. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بالConfiguring S7300 CPU Time of Day Interrupts، اللي هي مقاطعة العمل في وقت محدد من اليوم. البيزك كونسبت: Configuring a time of day TOD interrupt is only required to have a part of your step 7 program execute at a specific date and time. لو احنا احتاجنا ان احنا ننفذ جزء من البرنامج في وقت محدد ويوم محدد، هنعمل هذا او هنحتاج هذا الكلام. When the interrupt is triggered, the main cyclical program in OP1 will be interrupted at the configured time and date and the associated service routine اللي هو الorganization block of the interrupt will be called for processing. لما حيحين الوقت الخاص بالمقاطعة أو الانتربت، هيتم مقاطعة عمل الـ OP1 وحيبدأ تنفيذ الـ OP المصاحب لموضوع الانتربت من وقت البداية. Time of day interrupt can be configured so that upon reaching the target date and time, the associated OP is executed once and only once or every minute, hour, daily, weekly, monthly, every end of month or yearly. دي الطرق اللي انت بتقدر تنفذ فيها عملية المقاطعة، انك انت تعملها مرة واحدة وواحدة بس، ما تتكررش تاني، او انك انت تنفذ هذا الكلام كل دقيقة او كل ساعة او بشكل يومي او بشكل اسبوعي او شهري او مع نهاية كل شهر او حتى سنوي. الاسينشال اليمنتس، العناصر الضرورية اللي هتبقى موجودة معنا: the properties tape for time of day interrupt lists organization blocks OP10/OP17. عندي في التاب الخاص بالتايم اوف داي هيبقى موجود عندي البلوكات التنظيمية اللي هي من اول الاو بي 10 لغاية الاو بي 17. These are the 8 time of day interrupts supported by S7. However, OP 10 is the only time of day interrupt supported by most S7300 CPUs. معظم الـ S7300 بيبقى فيها فقط الـ OP10. الـ CPU318 and perhaps some newer CPUs، وربما بعض الـ CPUs الحديثة هتدعم ان هي يبقى فيها additional interrupts. The CPU does not support OPs that are grayed out. لو انت عندك OPs او اشكال من الـ OP باللون الرمادي، هتبقى دي مش مدعومة عندي او مش هنقدر نتعامل معها. Configuring a time of day interrupt requires activating the OP, selecting the execution interval, and setting the start date and time. يبقى عشان نفعل هذا الكلام او نفعل تشغيل المقاطعة الخاصة بوقت ويوم، هنعمل الاول تفعيل للموضوع ده، وبعد كده هنختار النوع الخاص بالتكرار، وبعد كده هنختار وقت البداية. The priority is generally fixed in the S7300. رقم الأولوية، واحنا اتكلمنا عن رقم الأولويات ده قبل كده، بيبقى غالبا في الـ S7300 بيبقى ثابت ما بيتغيرش. Buttons in CPUs that support changes alternate priorities 3 لغاية 24 must be used. لكن في بعض الـ CPUs اللي ممكن ان احنا فيها نعمل هذا التغيير، هيبقى عندي الكلام ده متاح من 3 لغاية 24. هننتقل للنصائح التطبيقية. Programming a time of day interrupt involves setting the start parameters, activating the OP, writing the code for the OP, and downloading the OP to the CPU. انت عشان خاطر تعمل مقاطعة في موضوع الـ time of day، يبقى هتعمل تفعيل ليه، وهتعمل start parameters الوقت بتاعك، هتكتب الكود بتاعك اللي انت عايزه، البرامج اللي انت عايز تنفذها او الانستراكشنز اللي انت عايز تنفذها داخل الاو بي، هتعمل داونلود للاو بي على السي بي يو بتاعك. من غير هذا الكلام مش هيتم تنفيذ اي حاجه. يبقى انت لازم تعمل اكتيفيت
ولا بد ان انت تعمل الضبط بتاع الستارت تايم هنا والتكرارية بتاعته، وبعد كده تكتب داخل الاوبي البرنامج اللي انت عايز تنفذه، وبعد كده تعمل داونلود. The OB is then ready to act as the service routine called when the interrupt is generated. في الحالة دي هيبقى التعامل مع الOB دون زي أي روتين أنت بتعمله، ساعة ما يحصل المقاطعة أو ساعة ما يحين الوقت المحدد في البرنامج هيتم تنفيذ الانستراكشنز اللي داخل الOB. The parameters of time of day interrupts may be set here in the hardware configuration tool or from within the step 7 program. يبقى احنا هنا ممكن ان احنا نظبط البارامترز الخاصه ب التايم اوف داي انتربت، او ان احنا نكتبها من داخل الستيب 7 بروجرام يوزنج ستاندرد سيستم فانكشنز، باستعمال فانكشن خاصه ب هذا الكلام من داخل البرنامج. التي او دي انتربت او التايم اوف داي انتربت ابلكيشن مايت انكلود جنريتنج اوبريتور مسجز اور production reports or schedule process readings. الكلام ده احنا ممكن نستعمله ان احنا نعمل رسائل معينة او نعمل بيه تقارير، او ان احنا نعمل ناخد قرايات معينة خاصة بالعملية بتاعتنا بشكل مجدول، بحيث ان هي تتم بشكل دوري ومنتظم. الجدول اللي قدامنا خاص بالخصائص للسي بي يو 316، وزي ما احنا شايفين فيه فقط او بي 10 هو الوحيد اللي موجود عندنا واكتف بالنسبه للتايم اوف داي انتربتس. البريوريتي بتاعته فيكسد، مش قابل ان هي تتغير من الجريد 2 او البريوريتي 2، معمول هنا اكتف، والاكسكيوجن بتاعي هو مختار وانس، وعامل الستارت ديت 2/1/2005، وعامل التايم اوف داي الساعه 10، وهنا هيتم تنفيذ عندي البلوك بهذه الطريقه. نوع تاني من السي بي يوز اللي هو السي بي يو 318/2 اللي هي تعتبر الاعلى في الامكانيات. عندي هنا في متاح فيها 2 او بي، الاو بي 10 والاو بي 11، وهنا رقم البريوريتي بنقدر ان احنا نغيره، هو القيمه الديفولت بتاعته 2 لكن هنا بنقدر نغيره، وزي ما احنا شايفين متظبط الخصائص الاخرى زي عمليه التكرار، وان كان هو مش مأكتف الاستدعاء الخاص بالانترنت. ده تيبيكالي عندنا في البرنامج نفس الشكل اللي موجود في الكتاب العرض والكاتب، زي ما احنا شايفين ده بالنسبه للسي بي يو 318. هنا ممكن نقدر نغير الداتا بتاعتنا ونقدر نعمل اكتيفيت، وهنختار النوع الخاص بالتكرار كل يوم او كل شهر او كل دقيقه او حسب ما احنا عايزين، او مره واحده فقط حسب. وبعد كده بندخل الستارت ديت بتاعنا، وهنا الصيغه بتاعتنا اليوم وبعدين الشهر وبعدين السنه، وهنا التايم اوف داي بندخل الوقت بتاعنا بنظام ال 24 ساعه. هنرجع للكويك ستيبس الخاصه بضبط التايم اوف داي انتربتس. الخطوه الاولانيه زي ما احنا متعودين هنفتح البروجكت، وبعد كده هنفتح الستيشن اللي احنا عايزينها، وهنفتح الهاردوير كونفيجريشن، وهنروح على السي بي يو وهنعمل اوبجكت بروبرتيز عليها، وهنختار التايم اوف داي انتربت تاب زي ما احنا عرضنا عندكم بالظبط. هنا فتحنا البروجكت، وبعدين هنختار التايم اوف داي تاب على اساس ان احنا هنبدا نشتغل في البارامترز بتاعتنا. سيلكت ذا تايم اوف داي انتربت او بي هوز بارامترز يو ويش تو اولتر. هنختار الاو بي اللي احنا عايزين نغير البارامترز بتاعته، ولو احنا شغالين باي سي بي يو اقل من 318 غالبا مش هيبقى عندنا اي تغييرات، او اسف اي بلوك غير هو الاو بي 10 فقط هو اللي احنا هنقدر نستعمله. To modify the priority class click in the field and enter a valid alternate priority 3/24. لو احنا عايزين نغير رقم الاولويه بتاعتنا هندخل الرقم في الخانه الخاصه بالبريورتي لو هي قابله للتغيير. Click inside the active checkbox to activate the OB. عشان نفعل الاو بي بتاعنا هنعمل هنختار التشيك بوكس، وبعد كده التايم اوف داي انتربتس ماي اولسو بي اكتيفيتد فروم ذا ستيب 7 فانكشن بروجرام يوزنج ذا سيستم فانكشن اس اف سي 30. الفانكشن دي اللي هي الاس اف سي 30 دي موجوده في السيستم، عن طريقها نقدر ايضا نعمل اكتيفيت للتايم اوف داي انتربت، وهيجي في وقتها ان شاء الله ازاي نعمل هذا الكلام.
الاسم السيمبوليك بتاعها اكتيفيت تايم انتربت اي سي تي اندرسكور تي اي ان تي. الخطوه اللي بعد كده كليك ذا دروب ارو ان ذا اكسكيوجن فيلد. الاكسكيوجن هنا اللي هو بيقول لي التكراريه الخاصه بالعمليه او الاو بي اللي هيتم التنفيذ بتاعه. اند سيلكت ويزر ذا او بي شود بي كولد وانس، يا اما مره واحده ان انت تعمله خلاص على كده ما عادش يتنفذ ثاني، او كل دقيقه او كل ساعه او كل يوم او كل اسبوع او كل شهر او كل نهايه شهر او كل سنه. التايم اوف داي انتربتس ماي اولسو بي سيت فروم ستيب 7 بروجرام. عمليه ان احنا نظبط الاكسكيوجن دون عن طريق اليوزنج سيستم فانكشن اس اف سي 28 سيت تي اي ان تي. هنا بيتم تظبيط البارامترز الخاصه بيه، يبقى الاكتيفيشن عن طريق الاس اف سي 30 والسيتنج للبارامترز بتاعتنا عن طريق الاس اف سي 28. نيكست كليك ان ذا ستارت تايم فيلد اند انتر ذا ستارت ديت فور تايم اوف داي انتربت. يبقى هندخل الستارت تايم في الخانه الخاصه بالستارت ديت الخاصه بالستارت ديت. If the start date is not entered on the properties dialog, it can be set from the step 7 program using نفس الفانكشن اللي قبل كده اللي هي الـ SFC 28. هنستعملها ايضا في ادخال الـ start date. الخطوة رقم 5 يا اما برضو عن طريق الـ time of day، الفيلد الخاص بالـ time of day او الخانة الخاصة بالـ time of day، هندخل منها الوقت في الفورمات اللي هي الخاص بال 24 ساعة. ولو ما عملناهاش من الهاردوير كونفيجريشن ممكن ان احنا نعملها باستعمال ال SFC 28. بعد كده بعد ما هنخلص هذا الكلام هنعمل اوكي وهنعمل كونفيرميشن للكلام بتاعنا وسيف اند كومبايل. يعني بخصوص ال SFC لو احنا شايفين كده، لو فتحنا ال سيماتيك مانجر وبصينا على اللايبرريز هنلاقي عندنا من ضمن اللايبرريز تحت الستاندرد لايبرري وتحتها البيلت ان، هنلاقي اللي عندنا الاس اف سيز اللي هي 28 اللي هي الست تي اي ان تي. هننتقل بعد كده للكونفيجرنج اس 7300 سي بي يو سايكليك انتربتس، المقاطعه الدوريه لعمل السي بي يو تو الاس 7300. سايكليك اور واتش دوج انتربت از جنريتد at a fixed periodic interval. بيتم انشاء هذا الانتربت او تلك المقاطعه بشكل دوري او على فترات دوريه ثابته. And triggers execution of a specific cyclic interrupt OB. وبيتم هنا البدء في تشغيل مقاطعه او OBs بلوكات تنظيميه خاصه بعمليات المقاطعه الدوريه. Cyclic interrupts are used to interrupt the CPU's normal processing at precise intervals. بيتم استخدام Cyclic interrupts أو المقاطعة الدورية في مقاطعة عمل CPU الطبيعي بشكل دقيق أو على فترات دقيقة. على سبيل المثال 100 ملي ثانية أو 500 ملي ثانية أو 5 ثواني. To execute code that must be proceed on a regular basis. على اساس ان هي بتقوم بتنفيذ كود برنامج او برنامج ما بشكل بروسيسد اون ريجولار بيزس، ان هو يتم تنفيذه على طول بشكل منتظم. تيبيكال يوزز اوف سايكليك انتربتس انكلود كوميونيكيشنز كنترول لوبس تمبريتشر كنترول اند سامبلنج انالوج انبوتس. الكلام ده بيبقى مناسب جدا ان احنا نعمله في عمليات الكوميونيكيشن الاتصالات والكنترول لوبس او زي البي اي دي اللي هي حلقات الكنترول والتمبريتشر كنترولر. لو احنا عايزين نعمل تمبريتشر كنترولر هنعمل نفس الكلام، وكمان لو هناخد قراءات عينات من الانالوج انبوتس اللي موجوده عندنا. الاستنشال اليمنتس ذا بروبر ستاب اوف سايكليك انتربت ليست اورجانيزيشن بلوكس او بي 30 لغايه او بي 38. عن طريق التاب اللي هو السايكليك انتربت هنلاقي عندنا موجود من الاو بي 30 لغايه الاو بي 38. These are the 9 cyclic interrupt OB supported by S7. هم دول التسع بلوكات تنظيمية المدعومين عن طريق الـ S7. Each OB is assigned a priority class من 7 لغاية 15 as well as
a default cyclic interval at which each is processed. وكمان بيبقى فيه وقت افتراضي لدورة التنفيذ. Which of these OPs are actually available, however, depends on the CPU. المتاح من البلوكات دي بيعتمد على نوع الـ CPUs الموجودة، نوع الـ CPU اللي احنا بنستعمله. In most S7-300 CPUs، معظم الـ CPUs اللي موجودة عندي بالنسبة للـ S7-300 على سبيل المثال فقط بيبقى الـ OP35 هو المتاح. الـ CPU 318 and perhaps some newer CPUs will support additional cyclic interrupts. الـ CPU 318 بتدعم أكتر من كده، ولكن المعتاد إنه بيبقى فقط الـ OP35 هو المتاح في معظم الـ CPUs الـ S7-300. الحاجات اللي بتبقى مش موجودة عندي أو مش مدعومة هتلاقي اللون بتاعها بيبقى رمادي ومش متاح إن إحنا نستعمله. Configuring changes to default parameters is not necessary unless required. إذا ما كانش مطلوب هيبقى تغيير أي حاجة في البارامترز الافتراضية مش هيفرق معنا في حاجة أو هيشتغل بشكل طبيعي. The priority is generally fixed in the S7-300, but in CPUs that allow changes only the allowed alternates على سبيل المثال من 3 لغاية 24 should be used. نفس الجملة اللي بنكررها في كل مرة، إنه مش كل الـ CPU بتدعم التغييرات، وحيثما كانت التغييرات متاحة هتلاقي ان انت تقدر تغيرها، والبريوريتي بتاعتي هنا بتتراوح من 3 لغاية 24. It is also important that a priority is not assigned twice. الكلام ده قلناه قبل كده المرة اللي فاتت، انه من الافضل انه ما يتمش تكرار رقم البريوريتي على اساس انه ما يحصلش فقد لأي انتربت. It's also possible to modify the period of execution and to enter a phase of set value. كمان ممكن ان انت تغير وقت الحساب الخاص بالتكرار الخاص بالبلوك، وكمان ان انت ممكن تعمل offset value لهذا الكلام. If several cyclic interrupts are active, a phase offset will ensure that interrupts are distributed throughout the CPU cycle and don't trigger simultaneously. عن طريق الoffset دون او الازاحة اللي احنا بنعملها في التايم بتضمن انه ما يحصلش تداخل بين الانتربتس وبعضها. هننتقل الى النصائح التطبيقيه الابلكيشن تيبس. Starting a cyclic interrupt simply involves determining which OP will be used. عشان نبدا cyclic interrupt لابد ان احنا نعرف انه انهي بلوك اللي احنا هنبداه. Modifying the default parameters if required، هنعدل البارامترز اللي احنا عايزين نعدلها. Creating and downloading the organization block code as part of your program، وهنكتب الكود اللي احنا عايزينه داخل البلوك بتاعي كجزء من البرنامج. The OP will be processed according to the specified interval، هيتم تنفيذ الـ OP حسب الفترة اللي تم تحديدها للتنفيذ. Which is timed from when the mode selector is moved from stop to run، وهيبدأ التنفيذ بتاعها مجرد انه ينتقل المود الخاص بالسي بي يو من الستوب تو ران. Finally, it is essential that the code program in a cyclic OP is executed in significantly less time than the call interval. طبعا الكلام ده مهم جدا، انه الوقت الخاص بالحساب اللي انت هتعمله او الكود اللي انت هتكتبه لابد انه يبقى اقل من فترات استدعاء البلوك، والا هنا يبقى هيحصل تداخل في فترات التنفيذ وما هيتمش التنفيذ بالشكل اللي انت عايزه. فلا بد ان وقت حساب البلوك اللي انت هتعمله الاو بي اللي هو الخاص بالسايكليك انترابت يكون اقل من الفترات اللي انت هتعمل استدعاء ليها. زي ما احنا شايفين كده، دي البروبرتز الخاصه بالسي بي يو 316، وفيها فقط الاو بي 35 هو المتاح، والبريوريتي بتاعته فيكسد على الرقم 12، وكمان الزمن الخاص بالاكسكيوجن الديفولت بتاعي 100 ملي سكند. الشكل الثاني اللي قدامنا دوان خاص بالسي بي يو 318 2، هيبقى عندي فيه الاو بي 32 والاو بي 35. عندي هنا ممكن نغير في البريوريتي والاكسكيوجن تايم بالنسبه للاو بي 32 1000 ملي سكند يعني 1 سكند، وللاو بي 35 100 سكند.
هنا الاوفسيت معمول على زيرو زي ما قلنا عشان تضمن التداخل، بتعمل اوفسيت على اساس ان انت الاوفسيت بيكون بالملي سكند، بتضمن عدم التداخل ما بين الاثنين. هننتقل الى الكويك ستيبس. الخطوه الاولى هنفتح الكونفيجريشن بتاعنا، هنفتح البروجكت، وبعد كده هنختار الستيشن بتاعتنا، وهنفتح الهاردوير كونفيجريشن، هنختار السي بي يو، وهنعمل اوبجكت بروبرتيز، وبعد كده هنختار السايكليك انتربت من البروبرتيز الخاصه بالسي بي يو. زي ما احنا شايفين ده الشكل اللي بيظهر عندي، انا مختار السي بي يو 318، هو نفس الشكل تيبيكالي اللي موجود في الكتاب، والبارامترز اللي هنغير فيها هما فقط الستة بارامترز اللي قدام مننا، وده اللي هنشوفه في الخطوات السريعة حسب الكتاب ما بيقول. الخطوة رقم 2 select the cyclic interrupt the cyclic block OB whose parameters you wish to alter، اللي انت هتغير البارامترز بتاعتها، and enter a new priority class if you wish to modify the default priority. لو انت عايز تغير البريوريتي كلاس وهي ممكن تغييرها، هتدخل القيمة بتاعتك من 3 لغاية 24. Assigning a priority twice should be avoided. لابد ان انت تتحاشى او ما تحاول ما تعملش قيمة priority مرتين، على اساس انه ما يتمش اي فقد لأي interrupt انت هتعمله. الخطوة رقم 3 Enter a new execution value if you wish to modify the default processing interval for the OP. هتدخل قيمة تانية إذا كنت عايز تغير القيمة الافتراضية اللي موجودة عندك، واللي احنا شفناها بالنسبة للأو بي 32,000 وبالنسبة للأو بي 35,100 ملي سكند. الخطوة رقم 4 لو انت عندك أكثر من أو بيز هتستدعيهم في نفس الوقت، انتر فيز اوفست فاليو ان ملي سكند فور ايتش. هتدخل قيمة اوفست لكل واحد من البلوكس على أساس إن هي بتمثل زي قيمة إزاحة عن النقطة الخاصة بالبداية. The phase offset will ensure that processing of the OBs is distributed somewhat evenly throughout the total CPU cycle. بيتم استعمال الأوفست ده على أساس إنه يضمن إنه مفيش تداخل. الرينج المسموح عندي إن أنا أعمله بالنسبة للأوفست من 0 لغاية 60,000 أو لغاية 60 ثانية، زي ما كان الرينج اللي موجود عندي قبل كده اللي هو لغاية 60 ثانية في الوقت اللي فات، لكن هنا هو نفس الرقم بالظبط من 0 لغاية 60 ثانية. بعد ما بتخلص الكلام بتاعك دون بتعمل اوكي على اساس ان انت بتفعل التغييرات بتاعتك، وبعد كده بتعمل سيف اند كومبايل. زي ما احنا شايفين لو حبينا نغير اي قيمة من القيم اللي عندنا، وفي النهاية بنعمل اوكي وبنعمل سيف ثم سيف اند كومبايل على اساس ان احنا نعمل تشيك اذا كان الكلام بتاعنا مظبوط ولا لا، وكمان بنحصل على الكود الخاص بالسيستم داتا. هنكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونكمل مع بعض المرات الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.